هيئة التنسيق النقابية تؤكد المضي بالإضراب العام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين احتجاجا على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب. وللإضاءة على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب. أستاذ حنا أهلا بك. أهلا فيكم وللمستمعين تحية. أنتم ماضون في إضرابكم وتهددون بالإضراب العام، هل بدأت كما كنتم أشرتم شل البلاد لحين تحقيق المطالب ورضوخ الحكومة؟ أي نعم، نحن بالحقيقة هيئة تنسيق نقابية بهذه الخطوة غير المسبوقة بتاريخ العمل النقابي بلبنان، للمرة الأولى هيئة التنسيق النقابية تعلن الإضراب وشل القطاع العام لمدة يومين، الثلاثاء والأربعاء ب27 وب28 الجاري. وأنا بطلب من كل الأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين الموجودين على مستوى كل قضاء يتوجهوا ابتداء من الساعة 8 الصبح لتنفيذ الاعتصامات أمام السرايات الحكومية الموجودة بالأقضية، ليفرجوا وحدتهم والوطنية وتماسكهم وحقهم بالدفاع عن السلسلة بعد 16 سنة من تآكل القوة الشرائية لرواتبهم. هذا الظلم، هذا الإشحاف، إن الأوان لرفع الظلم ولرفع الإشحاف وياخذ الفقير والموظف والمتقاعد والمتعاقد والأجير حقه بلقمة العيش. هذا نداء من هيئة التنسيق النقابية إلى كل موظفي الدولة. لا دولة بدون موظفي الدولة. اللي بده يعمل دولة بده يحترم موظفينه، بده يحترم لهم كراماتهم ويعطيهم معاشات مش إعاشات. آن الأوان. نعم، ولكن أستاذ تحرك سريع والضغط بعد إقرار السلسلة، هذه السلسلة أقرت للإحالة مش للتراجع عنها. أستاذ غريب، هنالك محاذير كان شرحها رئيس الحكومة وكل الهيئات الاقتصادية، هل انقطع التواصل مع الرئيس ميقاتي؟ احنا بالحقيقة هذا المحاذير اللي ابتكروها هذه مش محاذير. نحن اليوم قدام الرأي العام كله، هن عم بيقولوا الاقتصاد اللبناني اقتصاد منكمش، وقت اللي انا عم بعطي هالسلسلة للموظفين او للموظفين مش حيخبوها بالخزانة ولا لا حيصمدوها، هولي حينزلوا يصرفوها وينعشوا الاقتصاد بعكس الحكي اللي عم ينحكى. بالعكس بدهم يحركوا للاقتصاد، هن عمالي بيتراجعوا، ما بدهم يدفعوا ضرائب وما بدهم يكافحوا الفساد. يا عمي الفساد هو اللي بيعمل تضخم، هو اللي بيعمل عجز بالموازنة، مش حقوق الناس بإعطاء السلسلة بعد ما انهارت القوة الشرائية. وقت منقول لهم وقفوا الفساد على البورد على المرفأ، 4000 مليار دولار على المرفأ وعلى المطار، هذا سرقة ونهب واحتيال واغتصاب لأملاك الدولة البحرية والنهرية. أين الأوان؟ نحن مش عم نطرح سلسلة بس، نحن عم نطرح موضوع إصلاح البلد ولقمة عيشنا من عملية الإصلاح. ما بقى فيهم يدافعوا، بكفي يتستروا بهذه المسائل. خلصنا بقى، انكشفت انفضحت الأمور مين ما كان يكون. نحن بدنا حقنا بتمويل السلسلة من الفساد ومن الهدر ومن التهريب ومن اغتصاب أملاك البحرية والنهرية. نعم، من اللي نعم عم بيكتسوا الفوائد العقارية من الأرباحهم يلي على الخريطة بيعملوا ألوف الدولارات، ألوف المليارات من الدولارات وما بيدفعوا إلا صفر ضريبة، بينما الفقراء هني عم بيدفعوا ضريبة على القيمة المضافة وعلى النقل وعلى المحروقات وعلى الاتصالات. نعم. ليش لأيمتين بدنا نضلنا ساكتين؟ انزلوا يا عالم، انزلوا يا ناس أصحاب الحق، ينزلوا اقفال سرايات الدولة. نعم أستاذ حنا، نحن سنتابع طبعا التحضيرات لهذا الإضراب الثلاثاء والأربعاء. حنا غريب رئيس هيئة التنسيق النقابية، شكرا لك.